إذا إحنا لما لاحظنا لما طلعنا على أنواع المحركات هون وجدنا إنه في عندي كلاس A وكلاس B وفي بينهم كلاس B وC. الاختلاف الأساسي ما بين هدول الاثنين إنه A إله سليب منخفض at rate of torque فالإفشنسي تبعته عالية لأنه الروتر كوبر لوسز منخفضة. بس المشكلة إنه ستارتنج تورك تبعه أضعف من ستارتنج تورك تبع D. في حين D إله ستارتنج تورك أعلى بس مشكلته إنه لما يشتغل على الريت of torque السليب تبعه بيكون كبير. هذا التغير ما بين اثنين سببه الرئيسي قيمة R، قيمة R2 اللي في الروتر. بس أنا إذا عندي سكوريل كيج اندكشن موتور ما عندي اتصال مع الروتر مظبوط؟ سكوريل كيج اندكشن موتور بقدر أنا كهربائيا أوصل للروتر؟ مسكر ما هو زي كيج مش قلنا زي قفص؟ وين إيهاب خناس؟ موجود؟ أو علاء خناس موجود؟ محدش موجود؟ طيب مش قلنا في القفص هذا؟ اللي موجود ده هذا القفص أنا بقدرش أوصل له. لكن احد الطرق اللي عملوها اذا انا بقدر اغير ار شو بقدر اعمل؟ شوفوا شو بقدر استفيد اعمل لو انا بقدر اغير ار شو بعمل ات ستارتنج؟ قديش بعمل قيمه ار؟ بكبر قيمه ار ات ستارتنج، اذا كبرت ات ستارتنج شو بصير عندي ستارتنج تورك؟ ولما ببدا بشوف المحرك عماله بتسارع وبتزيد سرعته شو ببدا شوي شوي بغير بار؟ بنزلها عشان ايش اعمل؟ عشان احسن الافشنسي. اذا هاي احد الطرق اللي بستعملها بالواند روتر اندكشن موتور. حتى اعمل واند روتر اندكشن موتور لازم الروتر من هون اذا رسمته هيك بهذا زي مقطع زي هيك وهي الشافت تبعه وهي البارز اللي موجوده في الداخل، لكن هون في عندي وايندنج وبطلع على سليب رينجز ثلاث تيرمز. هدول الثلاث تيرمز عارفين كيف بطلعهم؟ لو انا جبت شافت وركبت عليه زي اسواره، اسواره معدنيه وحطيت نقطة ما في كوميتيتر هون بس هي حتى انا اقدر اخذ نقطة كهربائية من شيء متحرك. هلا هذا هو بلف مش انا صار عندي وصلة كهربائية منه، هذا ثابت وهذا متحرك بس ايش اللي وصل بينهم؟ في اسوارة معدنية هون انا بسميها اسوارة، هي مش اسمها اسوارة بس حتى تفهموا هاي، وهذا السلك من هون مش صرت اقدر اخذ كونكشن كهربائية بينهم بين واحد ثابت ومتحرك. هذول بنسميهم سليب رينجز. رينج يعني زي خاتم او حلقه، مش هيك اخذتهم الثلاثه منهم. وهلا اللي بعمله بطلع هذول الثلاثه فصار عندي الروتر من الداخل انا بطلع الثلاث اطراف هذول وبعدين انا بحط مقاومه متغيره خارجيه. المقاومه المتغيره الخارجيه اللي حطيتها انا خارجا ايش خلتني اغير؟ ولما غيرت ار2 شو صرت بقدر اغير؟ انا بغير سبيد تورك. فالاول ما ببدا بعمل ستارتنج شو بعمل بالار؟ بخليها كبيره ولا صغيره في البدايه؟ كبيره. لما بعملها كبيره في البدايه شو باخذ؟ باخذ هاي ستارتنج تورك. بس يبدا المحرك تزيد سرعته شو ببدا بعمل فيها؟ بنزلها بحيث انه هون يصير في عندي فصار عندي جود افشنسي ات هاي سبيد وجود ستارتنج تورك في البدايه. السبيد تورك كيرف هذول بيختلفوا باختلاف ار بالشكل التالي. بلاقي عندي لما تكون R2 صغيرة بيكون هيك الشكل، بعدين كل ما زدت R بتغير عندي الشكل. هذه هون هيك رح احط سهم هون increasing R2. شو معنى هاي؟ معناها كل ما زدت R هاي اللي هون خلينا نسميها R، كل ما زدت R ايش عماله بصير بالكيرف؟ بنتقل بهذا الشكل من هون، ايش عماله بصير بالستارتنج تورك؟ كل ما زدت ار بس ايش بصير بالافشنسي؟ عم بتسوق. اذا اللي راح بعمله في البدايه بشغل على ار كبيره، بخلي هاي ار كبيره من هون، فوين ببدا؟ ببدا على هاي ستارتنج تورك. بس تبدا السرعه تزيد شو بعمل؟ بصير انزل ار شوي شوي، فشو بصير عندي الكيرف بيختلف بنتقل لحد ما يوصل عند النقطه هون. ماشي واضح هاي؟ هذا اسمه الوان روتر اندكشن موتور، استعمالته اقل هلا اقل بكثير. ليش مشكلته؟ ايش مشكلته الرئيسيه الوان روتر اندكشن موتور؟ ايش مشكلة الرينجز؟ احتكار؟ يعني شو؟ ايش مشكلته من ناحية عملية؟ صيانة، صيانة وبنهرب بهتري بعد فترة وبدي اتأكد منه. طبعا في تطبيقات معينة ما بقدرش يكون عندي شرارة من هون، بعض التطبيقات الصناعية، إذا في مشاكل بالسليب رينجز هاي بتأدي للميتنس بفضل ما بنفضل إنه نستعملها، فاستعمالاته أقل موجود لسه بإمكانك تشتري وان روتر اندكشن موتور، بس تطبيقاته أقل، ميزته إنه بتغلب على المشكلة هاي اللي موجودة هون اللي هي ايش كانت؟ يا اما باخذ ستارتنج تورك عالي يا اما باخذ جود افشنسي، ما بقدرش اخذ الاثنين بحاله سكوريل كيج اندكشن موتور، حتى اتغلب منها شو عملت؟
ركبت مقاومه داخليه بحيث انه انا بغير ار الداخليه تبعت المحرك.